السلام عليكم البنات، اهلين وسهلين باللي راهم حاضرين. مرام مرحبا بك. الله غير حتى انا توحشتكم، كنت مريضه برك. اهلا بكم الكل اللي تدخل معانا دير جام باش يلحقوا صحاباتها يشوفوا له. كنت وعدت وحده قلت لها راح نعد لك كيفاش ديري لا غفلات تاع السواري، دوك نعدها لكم. جمانة نهى، وعليكم السلام. لينا سيرين اهلا بك، انا جيت من عند سهام دير ديسا زينب، اهلا بك ومرحبا بك تي وسهام. فهي تطلع اهلين. هذه القنظورة البيضة هذه راني درتها، طلبتها وحدة شافت هي من مستغانم، شافت الموديل عجبها شريت لها القماش وخدمتها لها. بغيتها تشوف باللي راهي واجدة. الله يسلمكم الكل ان شاء الله. شوفوها، نعطيكم الذفار تاعها يبان شويه. الذفار تاعها ثاني الظهر تاعها ثاني نفس الشيء. هذه راهي قندورة مخدومة غروفيل، بعد ما خدمتها فصلتها بمقاسات عادية باترون دو باز اللي نعدته لكم من قبل وخيطها عادي، تسمى ما فيهاش يعني حاجة جديدة ولا كيما مال فنعت لكم. وشيوا اليوم انا جبت قلت مفاجاه للطرازات اللي معنا هنا، طرازه وتتبع فيا تقول انا البنات. شوفوا القماش هذا اللي خدمت فيه كيفاش نسميه لكم، البروكار، هو جاي إلاستيك. بروكار ماهوش هذا تاع البيزو اللي راهم حاطينه، لا هو في الخيط، بروكار في الخيط. نفهمكم علاه بروكار في الخيط، ها هو كي انا الشيت اللي فصلت ماهوش بيزو، جاي بروكار إلاستيك بصح خيط كيما البروكار العادي هذاك الغالي، ها هو كي خيوط ماهوش نينو. مليح الكيف، انا عجبني رائع، وجاي امبريمي. شوفوه الورده منه فيه، شوفوه والله يعني جاي اعجبني وخلاص. المهم انا عجبني شحال ديري فيها اختي كلش من عندك. انا الدوره كيما هكا نخدم فيها ب 700 سما الطرز نتاعها وتوقافها، ونركب لها الحجر وطرزها راهي تسدر وظهر ولي مونش وذفار ساير داير 700 القماش على مولاتها. مرحبا بالطرازة، ما مش بروكار تاع السلك، فيه شوية سلك بصح جاي في الخيط وجاي إلاستيك. إن شاء الله يا ربي. علاه شوفوا انا علاه درت هذا، قلت هذا العنوان هذا، بغيت نعت للطرازات هذا البرودوي هذا جديد اللي يلصق لافيزلين على القماش بلا حديد بلا مسو. هذا نبخه وانا على القماش ونحط القماش على لافيزلين راهو يلصق، ونحط نطرز ما نحدد ما نختاروك. القطيفه ديما فيها مشكل، فيها النيلون بزاف ما مباليش، ما تلصقش بالحديد مهما ديري لافيزلين ما يلصقش. هذا البرودوي هذا نبخ القماش ونحط فوقه لافيزلين. دونك نقول لكم كيفاه، هذا
رقم سعودي. واش نجاوبك؟ واش قلتي لي اسمه؟ بروكار تاع السلك. والله ما نكذب عليك، سعودي ما نباليش واش اسمه. المهم هو جاي في الخيط وكل الاستيك، ولقيته عند فرد واحد في بابنا، عند هذاك مش سيليكسيون، وين في طريق بسكره، مقابل سيليكسيون، مقابل سيليكسيون وحده هذاك الحانوت اللي يبيع السوايع تاع سواتش. صدقوني انا كي شفتو هذا في المحل اللي شريت عليه المساطر وشريت عليه لي بيد بيش، رحت قلت له، كان واحد البرودوي راني عندي قداه نحوس عليه، باغي لا فيزلين ما تلصقليش، هاو المشكل تاعي، هاو المشكل تاعي. جابه لي، قلت نشارككم به، سورتو الطراز اللي حاصلين. كاين بنات اللي ما يخيطوش، سما يسترزقوا من الطرز برك، هذا يهنيه. شوفه عوف عليه هذا، هذا الماشين، ماشينه كبيره عندها قداه من تات اللي مرسومه فيه. البنات اللي تلحق فيكم دير جام باش يبان الفيديو للبنات اللي ما كانوش يخرج لهم الاشعار. قلت لكم هنا نجيب القماش نتاعي، هاهو الأطوال ما تقدريش ترسمي فوقها، تقدري ترسمي فوقها بالطبشير نتاع الولاد، طبشير العادي. انا هاولي نخدم به طبشير تاع اللوحه، طبشير الاخر كعاد جاي شمعي ما يبردش القلب. المهم هنا قلت لكم راح نبخ على القماش، مش على طبا هذه البقعه بلوتو. ها هي كي ها لصق، لصق او لاصق، خليه يشيح بصح لاصق، كما نقلعوش ما يتقلعش. ها شوفوا هاني هزه من القماش ما يتقلعش. نحط القرقاف نتاعي ونحط نطرز نورمال، والشي اللي فيه مليح وعجبني ثاني انه ما يبقاش لاصق طول. كي تجيو رايحين تكملوا الطرز رايحين تخيطوا، كي تنحوا لا فيزينا ويتنح ما يبقاش لاصق. ان شاء الله نكون فدتكم. عاصمه اللي قبلها عاصمه طار اسمه بروكار تاع السير. انا قلت لي نعطي مسعوديه نعطي لنا طريق خياط القندوره البيضاء تاع ليزيستراس تاع سهام. هنا القندوره البيضاء هذه اللي راهي قدامنا خياطه عاديه، لكن على القندوره تاع العرب هذه درت فيها لاكوب ترانساس، اسمها هابطه حتى الخصر برك، مش هابطه طول وسهله. دايره بروغرامي باش ندير لكم كوب ترانساس، سما تشوفوها على حجاب على حاجة واضحة، لكن تفهموا بالرسم سبورة قدامي درك نرسم لكم. ليندا روزا هذه غيبات وحشنا، قولي لي هذا الكروفيل يتباع بكمية قليلة خاطر حابة نديرو في قندرة تاع الديمة. هذا الكروفيل هذا ديري في قندورة تاع الدوم، البسي وغسلي، البسي وغسلي ما تخافيش منه. شوفوا انا واش خدمت به هذه القندوره تاعتو، ها هي تاع مولاتها. هذا غسلوه ولبسوه، ما يفسد ما يكحل ما يروح ما يجي. ها درتها لوحده قالت لي باغيه نروح عندي عارضه ومن بعد نداومها عادي. قطيفة درت في فلاسيتكس قطيفة مليحة، هذه عريضة عرضها متر وسبعين مش متر ونص. شوف الكروفيل ما يفسدش. اختي ما شفتيني
لوه والله ما عرفت يا مسعودية، لوه راح نجاوبك. وين قندورة بيضة بغيتيها انت؟ وين هي بعد بالضبط؟ هذه كيما تاع سهام، هذه البيضة، هذه كيما تاع سهام مولاتها من نص غنم. ان شاء الله تكون تشوف فينا وتشوف قندورتها بلا راهي واجدة. البري نتاع القروفيل، البري انا القروفيل راني نشري فيه بالميزان، الكيلو بميتين و 275 ولا يبيعوا لي فيه. دار البيضة تاع لي زيستخاس، سهام خيط لها زوج قناضر، خيط لها البلون كاسي هذه كيما هذه خت هذه بعد، ولا الجبة تاعها تاع العرب ثاني راهي جاية بلون كاسي، هذو هما. هذه مولاتها من مستغانم، أمينة أمينة. حطينا صور ديالها ربي هني في فرحك، معليش راني في الرياض قدام بطيمة العسكر كيمو كامي. في الرياض حدا بطيمة العسكر، وش هي اللي شحال نخيطها؟ قلت لكم القندورة البيضاء هذه اللي بالحجر، القماش على مولاتو والباقي عليا من كلش بسبعمية. شوفوا فار ساير داير من قدام ومن لورا، والصدر ها من قدام، والظهر نفس الشيء، لي مونش شارجي. معليش كيفاش تخدميه؟ هذا قروفيل تاع ماشينه 700 بالخياطه والطرز والتعقاش. واش ديري بالقروفيل كي تشريها ليندا روزا؟ واه بغيتي القروفيل؟ القروفيل انا نشري في الكباب الكبار. شوفي الكبه قدش، ان شاء الله زين بسيرته، زين بال سيرته. معليش اللي بغا كشي حاجه نبعث له. انا في بيتنا قسم، المهم البنات قلت لكم نعدت القندوره هذه، نعدتها لكم تشوفوها واجده. سقسيتو على القروفيل، ها والقروفيل نعدته لكم. البرودوي جديد ماذا بيا، ان شاء الله الطرازات الكل يستفادوا. دوك نحطه لهم في الفيسبوك باش ما يبقاش برك محصور في اليوتيوب، باش اللي بغات تفك روحها. انا هكا راني تهنيت من الحديد. انا يعني قلت لكم القطيفه ديما ما يلصقليش فيها لا فيزلين، يصرى لي مشكل، يتحرك لي في الطرز، تحرك لي في كلش. معليه شمرة، قولي لي برك نعت كيفاش ديريه.
نبعث للنعامة دوك على حساب الترونسبور اللي عندنا، كيما هذه تاع مستغانم راح نبعث لها عن طريق لابوست. لا لا هذه نتاع وحدة مش نتاع سهام. فاني ولا فاتي؟ فاتي زوينة لو كانت تشوفها تفرح. المهم اللي سقصتني على على لا غفلات، شوفوا ثاني نعطيك الموديل هذا الطرس، هذا نتحط قدامكم تشوفوا، هذا طرس، هذا الصدر، وهذا الظهر. حتى هذه في لبستها يعني ما شاء الله، جاب قيستهم ولاتهم جاوها روعة. هذه راهي قاطفة. شكون كاينة وحدة سألتني على غفلات نتاع السواري، الغفلات نتاع الصواري ها هي عندنا العريضة، هاي أنواع عندنا العريضة، عندنا بيكولور، كاين في الأحمر، كاين في البيج، كاين النوار، عندنا العريضة خلاص، عندنا هذه، كاينة هذه، وشي هو هذا باه يلصقو لازم الفصالة تعود سيوانة. كيفاه سيوانة؟ يعني كلوش، مش واحد دير قندورة إيفازي وتركب لها هذه. راهي تجي لا علاقة، صدقوني راكم تخسروا عليها لا غفلات غالية 10000 المرة. هذاك ما كان اللي راح يخدمها، يخدمها الصواري، يخدمها في حاجة كلوش. حنا الكلوش قلت لكم كيفاش نخدموه، الكلوش نتاعي كيفاش نخدمه، انا نجيب قماش طبقو على زوج، وديما فيهم اسم الكلوش راهو 3 مترات. انا نعت لكم عينه برك باش نقدر ندير لي فازي، ندير سمحوا لي لا غفلات الاخت اللي طلبتني والله ما عندي شكون بصح وعدتها. شوف هنا كيفاش تفصلوا السيمانه، قماش مطبق الزرقاء بالقماش بكلش نخدم فيه ب 350، بالطرز بالقماش بالخياطه بكلش. شوفوا حنا قلنا القماش مطبق على زوج، عندنا جهه مقفوله وجهه مفتوحه باش ديروا لي بازي تاعنا. شوفوا الطول تاع القطعه هذه مثلا 40، تحطوا المترا نتاعكم، راح ندير علامه حاكمه من، ركزوا لي على البلاصه هذه هكا وندور وندير 40، لازم كل تجي قد بعضها. المهم تبقاو منا منا حاكمين، لو كان يتحرك راه يروح. انا تعبني كي تعود الكلوش الكبيره، الكلوش الكبيرة راني نفرش فيه الأرض ولازم واحد يحكم لي ولازم سما فيها خدمة. بصح هذه هي الطريقة اللي نخدم بها أنا. وشي هو كاين واحد العفسة بغيت نقولها لكم، كي ديروها راح نتنقصوا عليكم واحد المشكل كبير، واللي هو دوك أنا مثلا مثلا ركزوا، هذه راح نخدمها صواري، الصواري هذه انا راح عندي هنا راح نحط محيط الخصر، محيط الخصر باش الجزء هذا راح نقصه ما نبيليش قدش فيه. واش ندير؟ نجيب محيط الخصر مثلا مثلا اللي هو 88 نقسمه على بي، بي هذه خير انا قريناها في الرياضيات هي 3.14، يعني 88 تقسيم 3.14 راح تلقاو تقريبا 28. سمعتوا؟ ركزوا كيعود عندكم راح تخدموا الكلوش،
راحين تحطوا هما لازم 3 مترات وتطبقوهم على زوج، وتخدموا المتره ونص هذه وتبقاو تدوروا بمتره ونص متره ونص متره ونص حتى تكملوا. من بعد عندنا الاشكال هنا في البلاصه هذه نتاع محيط الخصر، باش تنحيوه واش ديروا؟ تجيبوا محيط الخصر قسمه 3.14. راني ناكد ونعاود، تسمى معلومه ما تلقاوها في حتى بلاصه وما تسمعوها في حتى بلاصه. كي تقسموا، انا قلت لكم درت مثال، قلت 88 تقسيم 3.14 راح يكون تقريبا 28. نجيب انا 28 هذه ونديرها هنا ونعود نكيل. عندي 28 من و 28 من، يعني من البديهي هذه كلها راح تكون 28. نزيدو نبقى نخدم بها كيما كنت نخدم في السيوانه قبيل. راح اشوفوا كي تقصوا هذه راح تلقاوها قد محيط الخصر نتاعكم تاع القياس اللي هزيتوه يا بعد، ما فيها لا زياده ولا نقصان وتجيكم تحفه. كي تقصوا هذه بركة ان شاء الله تستفيدوا من هذه المعلومه. انا راح نقص هذه باش نخدم لها نستلها لا غفلات. لازم ديروا لها السيرجي في وصاطة ولا لازم السيرجي، نجيب لها السيرجي ولا هذا راح نلصق له لا غفلات كنا نتفرجوا فيهم قبيل. هذا هذا وحده من هذا درك تشوفوا كيف راح نلصقها. الريقل برك الكاميرا نتاعي باش نقابل الماشينه. وريك الماشين تي باك وريك الصوارة شوفوا كيفاش راح نلصق هذا. هذه ان شاء الله يكون واضح. البنات نلصق ونقرا التعاليق نتاعكم. نتمنى برك الاخت اللي طلبت مني هذا ها القماش نجي عند الحاشيه وراح نطلع بواحد سنتيم هاك دوروا بشوي هو بيدور معاكم يدور معاكم مش كيما لا غفلات نتاع الريدوات ولا هذه زي
طريقته في النسيج نتاعو بعد منسوج باش يطوط باش يتكسر. نكتفيو بواحد سنتيم هكا. نكملوه حتى الاخر. كي تكملوه شوفوا كيفاش راح تلقاو اسم يوقف. لا كان درتو في مونشا توقف، ولا كان درتو في ظفار تاع قندوره توقف، روب دو سواري ولا وشي. هو الطريقه الثانيه اختياريه، اللي يبغى يديرها ولا اللي يبغى يلصق باللصقه. اللصقه تاع الحديد يبغى يديرو في ليمونش، سما ديرو في بالكم ماهيش كيما تشوفو التصويرة. دركا شوفو هنا، هنا هاو شكلو كيفاه يجي، سما تجي حال الحاجة واقفة. من بعد قلت لكم الطريق هذه باش تعاودوا اختياريه، يا اما ديروا لصقه اللي نعقبوا لها بالحديد، ولا تعقبوا خياطه كما كيما بغيتوا. ما البنات وين وصلنا في التعليق. السلام عليكم. السلام ولحقت وحشتك. صوني التليفون تروح لي انا الانترنت. فوفا لا بغين مثلا، والله ما عمبلي واش سالتيني يا فوفا. نوال الشاوي واش من نعتها لك؟ هذه راهي طيوطا جينز اللي راني نخيط بها. رقم الهاتف معليش دوك نحطها لكم في القناة، نحطها لكم في الرابط ولا في شي كيما يقولوا جماعة اليوتيوب. سلام غيبة براكي، هذه غيبة الله لا يغيبكم ان شاء الله. الماشينة تاعي والله، وقولي لي واش من ماشينة دوك نعتها لك. اسمي صالحة، ما نعرف اذا وصلت باللايف ولا لا. وصلتي اهلا بناس خنشة. وعليكم السلام، انا من ولاية الطارف، قناتي جديدة. هذه نجمة قلت لكم قناتي جديدة شرفوني. سيرين سيرين اكتبوا عندكم، اي اكتبوا اكتبوا رقم الهاتف 06 64 69 06 56. سيرين اكتبي رقم الهاتف 06 64 69 06 56. ليندا روزا الزرقاء تهبل. المهم ان شاء الله خي تكونوا برك فهمتوا كيف ركبت هاد لاغيفلات. قلت لكم هنا باش تعاودوا لها الخياطه اختياريه، ولا تلصقوه باللصقه نتاع الحديد. اللصقه تاع الحديد اللي هي هذه، اللي هي هذه. البنات بغيت نقول لكم اللي شافت الفيديو هذا ولا اللايف هذا البرودوي هذا برك، وكاش ما تعرف وحده طرازه ولا حاصله والله ما تندم عليه، صدقوني والله ما تندم عليه. فيدوها
قولوا لها. وكاين برودوي يركب في بين لافيزلين والقماش وراح يهنيك من الحديد، وراح تخدمي الاز كيما راني درك نترحم على اللي جابهولي. وما بيا اللي تعرف كشي وحده حبيبتها صاحبتها اختها ما باليش ليك ربي في البوس في وين تلاقاهم، قولوا المراه وكاين هذا البرودوي اللي لصق لافيزلي، نديو الاجر كل مع بعضنا. المهم البنات انا وصل الوقت ولادي راهم يعيطوا، ان شاء الله نكون فدتكم وتكونوا استفدتوا ويكون يعجبكم الحال كي ندير لكم سما لي لايف هاك نشتي نهضر معاكم ونجاوبكم ونحس روحي معاكم، مش كيما فيديو. وكاين فيديوهات ومازال ما تخدموش برك، كاين كيما الحجاب هذاك القماش اللي شريته دوبل فاس راني خيطته راني نلبس فيه ودرت لكم عليه فيديو، وان شاء الله نحطه لكم على القريب القريب باذن الله. ونخليكم على خير ونتمنى نتلاقى بكم مره اخرى، وما نوعدكمش باش ما نكذبش عليكم، وين ما تتاح لي الفرصه راني نكون معكم، والى اللقاء.